من إسطنبول ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لتيار الغد السوري سيد أحمد جق. سيد أحمد أهلا بك. معارك في وادي بردة وغارات في حلب وحمص ودرعا، أين الهدنة إذن؟ طبعا هناك التصريح من الرئيس بوتين وأردوغان بأن هناك التزاما، ولكن على أرض الواقع لا يوجد التزام مطلق 100% على وقف الاضطراب هنا في الأراضي السورية. والنظام والميليشيات الطائفية صرحت بأنها لن تلتزم بالهدنة في منطقة دمشق، وهناك قصف على إدلب وريف حلب الغربي، وهذا يعني أن هناك لا يوجد التزام حتى 50% على وقف إطلاق النار، ولكن هي محاولة للاستمرار في الحل السياسي وفرض إطلاق النار وفرض وقف إطلاق النار في المناطق، وهذا ما لكي لا يؤدي هذا إلى انسداد في هذه العملية أو توقف في هذه العملية. هناك تصريحات بأن هناك التزام على وقف إطلاق النار، ولكن على أرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار، وكما ترون هناك هجوم شاسع على منطقة بردة ومناطق أخرى في الريف الدمشقي من قبل حزب الله الطائفي. لذلك يبدو أنه هناك تمنيات على أن يكون وقف إطلاق النار. نعم، لكن سؤالي الآخر، ما مصير مفاوضات أستانا في ظل عدم الحسم بشأن حجم وكيفية المشاركة والموضوعات المطروحة على طاولتها؟ نعم، تعلمون أن تشييد مؤتمر أستانا هو محصور بين الدول الثلاث، وهذا لا ليس لدينا هناك التفاصيل، ولكن لكي تنجح الأستانا يجب أن يكون أولا هناك محددات لنجاح. أولا أن يكون الدعوة عامة لجميع أطياف وممثلين والأحزاب السياسية السورية، يجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات، هذا أساسي أولا. ثانيا يجب إشراك جميع القوات العسكرية الموجودة على الأرض السورية، وإنما الانتقاء كما يورد في الإعلام التركيز على فصيل معين أو على جهة سياسية كالإخوان المسلمين ومشتقاتها يضعف ويقلل من إمكانية الوصول إلى نتيجة ترضي أو توقف الدم السوري. لذلك يجب في أي مؤتمر إن كانت الأستانة أو ما بعدها الأستانة وبعد جنيف 4-5 النجاح يجب أن يكون بإشراك جميع الفصائل العسكرية والقوى السياسية العاملة في الملف السوري وإقصاء جهة معينة على حساب جهة أخرى، يعني فشل العمل السياسي، وبالتالي عدم سيكون لاحقا لا يوجد استقرار في الخريطة السياسية السورية. لذلك يجب العمل بتأني، ونحن كتيار غد سوري نقترح أن يكون أي حل في الأزمة السورية بإشراك جميع القوى الفاعلة سياسيا وعسكريا. سؤالي الأخير وباختصار سيد أحمد، يعني قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي موستورا يعني نوقف إطلاق النار في سوريا صامد إلى حد كبير، لكن هناك بعض الاستثناءات. برأيك ما الذي يقصده بالاستثناءات؟ يعني يبدو أن هناك الاستثناءات أكثر من ما يقصده. طبعا وقف إطلاق النار هو في حيز تنفيذ جزئيا، أما بشكل عام لا يوجد وقف إطلاق، لا نستطيع أن نقول أن هناك وقف إطلاق نار أكثر من 70%، والمناطق تقصف وترون في الإعلام. ولكن هناك أمنية لإنجاح عمل ما، إنجاح مشروع ما، لذلك التصريحات تكون إيجابية لإنجاح هذه العملية. ولكن على الأرض الواقع ستيفان دي ماستورا يعلم بأنه الأمر ليس بالسهل بهكذا، ولكن الأمر أصعب من ومعقد أكثر مما يعتقد. لذلك هناك محاولة لإنجاح مؤتمر ما أو لإنجاح عملية ما، لذلك التصريحات تأتي بهذا السياق. ولكن نحن كتيار لا نرى بأن الأستانة هي النهاية أو هي نهاية الأزمة وهي الحل الشامل أو بداية الحل، ولكن هو مشروع على طريق الحل. الأيام القادمة بعد ما تتبلور الأمور بشكل أوضح ورؤية الدول الإقليمية والولايات المتحدة بعد القيادة الجديدة ستتبلور
النتيجة وسنرى ما سيحدث، ولكن المبشرات الأولية تدل على أن إنجاح هكذا مؤتمر لن يكون بالأمر السهل. السيد أحمد جقل عضو المكتب السياسي لتيار الغد السوري، شكرا جزيلا لك.